ذو الهدف من الأضحية. الأضحية نمتثل لأمر الله ونقتدي برسول الله ونمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستحضر ما وقع لسيدنا إبراهيم الخليل مع ابنه سيدنا إسماعيل حين فداه الله تبارك وتعالى بذبح عظيم. إذن أنا بعد هذا يعني هذا الأمر هو الذي يجب أن يحضر، هذا الأمر حاضر. يعني نقول هذا نقصد يعني كاع الناس، هذا الأمر حاضر من كيجي العيد الناس كلها كتبغي تضحي، ولكن دخل في الأضحية دخلت أمور منها ذلك الجانب الاجتماعي، الناس كيشريو حوليه وكيفرحوا به وكاين الأولاد وكاين الأسر وكاين الجيران، الإنسان ماشي بوحده، فالناس كلهم كيضحيوا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذه هي النية، هذا هو القصد. ولكن دخل هذا الجانب الاجتماعي لا يجب أن نغفله، فهي سنة مؤكدة للقادر عليها، لما قادرش لا تلزمه، ما كتلزموش ما يشريش، اللي قادر ما يشريش بمعنى أنه ما عندوش ضغوط الأسرية الزوجة والأولاد ما كان ليش يشري، واللي عنده هاد الأمور هادوية حاضرة ما يمكنناش نغفلوها، الواقع ديالنا هو هذا، كتشري انت الحولي كتدخلوا للدار كيجيو ولاد الجيران كيطلعوا كيشوفوا الحولي كيجيو عند باهم خصنا الحولي. اي طبعا كاين 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 الذي يضطر الامر الى ذلك، ايه حتى شرعيا، حتى شرعيا هذا امر حاضر، اذا لم يستحضر الفقيه ما استحضرش هذا المعنى، معناه انه لا علاقه له بالواقع، فالفقيه ما كيعيش واحد المكان بعيد على الواقع، احنا كنعيشوه في المجتمع ديالنا في الاحياء ديالنا كنعيشوه، انا كنشري حولي كندخلوا للدار كيطلعوا عندي ولاد الجيران، لان كنعيشوا اسره وحده حنا في الحي ديالنا، ما فكيطلعوا عندك للدار كيشوفوا الحولي، عمي بغينا نشوفوا الحولي كيطلعوا كيشوفوا الحولي كينزلوا عند بوم بغينا الحولي دابا. يعني مساله جائزه؟ لا ماشي قضيه جائزه ولا ماشي جائزه، كنقول لك انا الوضع ها هو كي داير، هاد السيد هذا واش اقترض ولا ما اقترضش؟ اذا كان ممكن هو يتحكم في هذا الامر هذا ويقول للمراه شوفي هذا العام هذا ما نضحيوش لان ما عندناش، المراه كتقول له لا الوليد خصهم يعيدوا، خصهم يضحيوا هما يفرحوا بالعيد ماشي يضحيوا، الاضحيه انا لازماني ولكن مني ما عندي شيء ما تبقاش لازماني، ما كتبقاش لازماني، ولكن هذا الظرف اللي كنعيشوا انا ما يمكنليش نخلي وليداتي نهار العيد كيبكيو، ما يمكنليش المراه تخرج ليا من الدار تمشي تقول لك تعيد مع والديها، هذا نستحضره نستحضره. فكنقولوا في هذه الحاله يجوز الاقتراض اذا كان قرضا حسنا، شنو هو القرض الحسن؟ مشي عند واحد السيد ونقول له سلفني نشري الحولي ومن بعد نرد، اذا كان هذاك باش غنرد عليه ما يزيرنيش انا في الصوره الاخرى بمعنى لا يعيش عنتا، ما يعيش واحد العنات بعد ما يشري الحولي ويبقى يتسالوا الدين وما يقدش يخلصوا. بلاتي وبلاتي دابا هذه الحاله الاولى انه قرض حسن يمشي عند واحد يسلفه 2000 درهم ويقول له انا نخلصها لك على 4 شهور كل شهر نعطيك مثلا 500 درهم او لا على 5 شهور ولا على 6 شهور حسب الاتفاق بيناتهم. اذا كان هذا ممكنا وما يعيش الانسان مزير الصوره الاخرى راه ما كاين لا باس بذلك، او يمشي عند جزار وعنده الحوالي تقول له ودي انا الحولي هذا غنشري من عندك ولكن تقسط لي مثلا نعطيك كل شهر كان، هذا جائز، وكان الاصل انه ما يشريش لانه ما كلفوش الله، ولكن تقول لك يحضروا البعد الاجتماعي ما نساوش ياك وبلاتي. دابا هذا الامر الاول، في حاله انه ما لقاش لي يسلفوا وكتجي هاد المؤسسات البنكيه كتقول لك اجي تقترض، الاصل انه ما يمشيش، ولكن اذا كانت الظروف بحال كذا اللي قلنا انه الاولاد والاسره والزوجه تقول او لا يضطر يبيع حوايجه ويخرج حوايج الدار، لا تنقول له ديك الساعه تدخل في اطار فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، هذا مضطر كيمشي كياخذ من البنك باش كيشري ديك الحوايج، الفلوس اللي خدها عند البنك خدها منه 2000 درهم، البنك قالت له غتخلصها على 6 شهور غتولي بشي بواحد 2300 درهم، 2000 درهم اللي خدها باش يشري الحولي حلال و2000 درهم اللي غيرد حلال، وهذيك 300 درهم هي اللي فيها الكلام، فائده فائده اي فائده كتدخل في هذا الموضوع هذا،
وكاين بعض العلماء اللي كيقول لك اودي لي شريبه، لان تعاملوا مع مؤسسه بنكيه هي كتقول لك هذاك التعامل ديالها باش هي ديك البركه اللي داك الفائده اللي كتاخذ، هذيك الفائده هي باش كتخلص الموظفين ديالها. وحنا كنمشيو مع الناس اللي كيقولوا بانها فائده، اذا هي زياده. ولكن اذا كان الانسان مضطرا اليها لا باس بذلك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هذا.